حياكم المسيح مرة أخرى. اليوم نتكلم عن لما تسأل واحد عشان يوصف لك طريق معين. لما تكون ماشي في الشارع وتسأل واحد عشان يدلك على الطريق أو عنوان محل أو سوبر ماركت أو أي شيء، الشخص الآخر يصف لك الطريق، مثلا يقول لك روح على طول وبعدين لف يمين من ثالث إشارة، أو من ثالث عمارة تلاقي دكان على الزاوية، تشوف عمارة من ثلاثة أدوار، وتحت العمارة تلاقي بقالة مكتوب عليها بقالية الأمل ولا بقالية الرجاء أو بقالية الهناء مثل العادة. لكن هذا اللي بيوصف لك الطريق يعرف تفاصيل أكثر منك، لأنه قد مشي بهالطريق من قبلك. مثلا هو يعرف إذا كان الشارع مرصوف ولا لا، عند الإشارة الثانية إذا كان يوجد صندوق قمامة ولا لا، إذا كان هناك شجرة لوز هندي أو لوز بجلي أو نخلة أو شجرة نيم زاوية من الزوايا. هو بيعرف تفاصيل أكثر منك أنت اللي بتسأل، لكنه ما بيقولها لك لأنها مش مهمة بنظره، لكنها قد تكون مهمة بالنسبة لك. مثلا قد تكون بالطريق أنت ورايح تزور واحد صاحبك مريض، وكان بالطريق دكان الزهور، وانت رايح تزور صاحبك المريض تخش تشتري زهور عشان خويك المريض، او انك تلاقي محل جوالات او كمبيوتر وتشتري منه اشياء تحتاجها، بدل ما تضرب المشوار مرة تانية عشان تشتري لوح مفاتيح او اقراص سي دي او يو اس بي او شاحن للموبايل اي شيء. ليش؟ لان اللي بيوصف لك الطريق هو ما يعرف احتياجك، ويفوتوا اشياء كثيرة موجودة على طول الطريق، ويركز بس على النقاط والزوايا اللي تحتاج انك تلف وتغير اتجاهك. هو بس يبغى يوصلك لوجهتك. اخوي المسلم، اختي المسلمة، هذا هو اللي بالضبط يصير لما تشوف واحد مسيحي يحبك ويبشرك بالمسيح، لان المسيح هو الطريق. اسمع المسيح ايش يقول عن نفسه. يقول انا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي للآب إلا بي، يوحنا 14:6. طيب لما يجي يبشرك الأخ المحب هذا أو الأخت المحبة، ممكن يفوت الكثير من التفاصيل المهمة بالنسبة لك. ليش؟ لأنه هو يركز أنه يوصلك للهدف بأقصى سرعة، هو الخلاص. هو يحبك ويبغاك تكون معه في الملكوت، علشان كده هو يبشرك بالمسيح يسوع. أما بالنسبة لك أنت، الطريق هذا شيء جديد عليك وفي مناظر جديدة لأنك أول مرة تمشي بهالطريق. طب والحل؟ الحل الوحيد للمعرفة الكاملة هو أنك تقرر الآن من نفسك أنك تسير الآن في هذا الطريق بعد أن تسأل. الشيء الثاني اللي بيصير بعد أن تقرر من نفسك أنك تقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك، لأن المسيح زي ما قلنا هو الطريق والحق والحياة، هو أنك حتسمع، هتستمتع بمعرفة هذه التفاصيل الجمالية للحياة وانت تمشي في طريق الملكوت مع المسيح يسوع. لا تستعجل، صلي وخذ وقتك قبل ان تقرر الان انك تمشي في طريق المسيح. وبعد ما تمشي في طريق المسيح استمتع كل يوم وبكل لحظة من حياتك. صحيح انه الطريق للملكوت ضيق، لكني اشهد لك انه مرن جدا وممتع، والرب يبارك الجميع. آمين.